يقول السائل: رجل يقول لا إله إلا الله ولا يصلي، هل تنفعه هذه الكلمة يوم القيامة؟ لا، لا تنفعه هذه الكلمة. إذا قال لا إله إلا الله لا بد أن يصلي، فإذا لم يصلي فإن لا إله إلا الله لا تنفعه، لأنها ليست مجرد لفظ يقال، بل لا بد من العمل، وأول العمل الصلاة. لاحظوا هذا، أول الأعمال الصلاة بعد الشهادتين. الصلاة هي الركن الثاني، الشهادتان الركن الأول والصلاة هي الركن الثاني. فالذي لا يصلي ليس بمسلم ولو كان يقول لا إله إلا الله، لأنه قالها بلسانه لكنه لم يعمل بها، وأول العمل الصلاة. فإذا ترك الصلاة ترك غيرها من باب أولى، لأن الصلاة كما قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الذي لا يصلي ليس بمسلم، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعبد الله، كيف هذا؟ إذا شهد أن لا إله إلا الله فلا بد أن يعبد الله عز وجل، وأول العبادة الصلاة. نعم.